بنرحب بحضراتكم من جديد، والفقرة الأخيرة دلوقتي فقرتنا المخصصة للأطفال. حواديت كتير وقصص كتير وتجارب بتبقى معانا دايما أسبوعيا، بتبقى مخصصة ومفيدة جدا للأطفال. ضيفنا إن شاء الله للفقرة دي طبعا أنتوا عارفين هو الكروان. صباح الورد عليك الكروان. وطبعا أطفالنا اللي منورين عمرو شريف وحياة فتحي وفريدة كريم وملك شريف. صباح الورد عليكم. ازيكم؟ انتوا لسه نايمين ولا ايه؟ صباح الورد عليكم وصباح الورد عليك يا كروان. وطبعا انت معودنا كل يوم سبت يعني انك تحكي لنا حدوته. انا معاهم على فكره. هتحكي لنا حدوته ايه النهارده؟ النهارده احنا عندنا قصه حلوه قوي قوي قوي، ودي مهمه جدا جدا، قصه القرد النطاط والفلفل الحراق. اسمها ايه؟ القرد النطاط والفلفل الحراق. هي قصه حلوه قوي قوي قوي، قصة جميلة وهتعجبكم خالص خالص خالص. هي أهم حاجة خالص خالص خالص. أيوة عشان خاطر ما عشان خاطر ما يلا بينا نبتدي. صاحبنا القرد النطاط يا أصحابي كان عايش في بيته الحلو الجميل مع مامته اللذيذة. مامته كانت شطورة قوي قوي قوي، وبتعمل له كل حاجة هو بيحبها. لكن في يوم من الأيام صاحبنا القرد النطاط كان بيتنطط على الشجر قدام البيت، وهو بيتنطط ماما طلعت قالت له: يا قرد يا نطاط، اوعى تروح بعيد عن البيت، وخليك دايما قدامي وما تروحش بعيد. لكن صاحبنا وهو بيتنطط حصلت حاجة غريبة، شاف مجموعة من القرود قاعدة عمالة تتكلم، وهنا كانت أول حاجة غلط يقع فيها صاحبنا القرد النطاط، إنه قاعد كده يسمع هما بيقولوا إيه، ودي كانت أول حاجة غلط، عشان ما ينفعش لما يكون حد بيتكلم ان اقعد اسمع هو بيقول ايه. دي كانت اول حاجه. سمعهم بيتكلموا عن ثمره غريبه ولذيذه قوي اسمها الثمره الحمراء. اسمها ايه؟ الثمره الحمراء. لكن عشان عارفين ان صاحبنا القرد النطاط بيسمعهم، ما رضيوش يقولوا له ايه هي الثمره الحمراء، وراح سالهم قال لهم: انا عايز اعرف بقى ايه حكايه الثمره الحمراء ديت. قالوا له: دي ثمرة لذيذة وطعمها حلو قوي قوي في الغابة جوه. وفعلا يا صحابي القرد النطاط خب بعضه ودخل على ماما جوه ولبس الكوتش بتاعه وطلع. ماما قالت له: أنت رايح فين؟ لا يا ماما أنا رايح جوه الغابة، أنا سمعت عن ثمرة حلوة حمرة وهروح أجيبها. قالت له: دلوقتي الوقت متأخر، ما ينفعش إن أنت تطلع بره البيت، وما ينفعش إنك تمشي في الغابة جوه لوحدك. يا ماما عشان خاطري. قالت له: ما ينفعش، إحنا دلوقتي هنخش ننام، وبكرة الصبح اطلع العب براحتك قدام البيت. صاحبنا القرد النطاط خد بعضه ودخل ينام وهو فرحان وعمال يفكر في الثمرة الحمراء. يا أنا بكرة هاكل واحدة وأكل اتنين وأكل تلاتة وأجيب لماما. وصاحبنا راح في النوم، وأول ما صحى الصبح كده بدري على طول راح شايل الغطا من عليه وقام يجري بسرعة علشان يروح يدور على إيه؟ على الثمرة الحمراء. وهنا كانت تاني غلطة يقع فيها، إنه ما روقش أوضته، ما ساعدش ماما في ترويق أوضته، وما غسلش وشه، وجري على ماما علشان يقولها: أنا رايح أدور على الثمرة الحمراء. ماما قالت له: استنى، إحنا لسه هنفطر، لازم نفطر الأول وبعدين نطلع نلعب. يا ماما مش هينفع، أنا لازم أطلع بسرعة. وما سمعش كلام ماما وجري بره البيت بسرعة. ودي تالت حاجة كان يعملها مش صح، إنه ما سمعش كلام مين؟ كلام ماما، وما فطرش الفطار الحلو بتاعه وجري. ورغم إن ماما قالت له: اوعى تبعد بعيد عن البيت، صاحبنا القرد قعد يتنطط ويجري بره في الغابة، وبقى يبعد عن البيت يبعد عن البيت لغاية ما وصل لجنينة كبيرة قوي قوي، وبعدين شم ريحة غريبة. قال: دي لازم ريحة الثمرة الحمراء اللي أنا سمعت عنها. وقعد يلف 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 لغاية ما وصل لقى شجر البرتقال. لقى لونه حلو كده. قال: لا بس أنا مش بحب البرتقال. والبرتقال مش أحمر. آه خالص. وبعدين بص لقى شجر الموز. ياه ده أنا زهقان منه، أنا كل يوم باكل موز، أنا مش عايز موز. لكن
في ريحة غريبة. قال لك بس هي أكيد دي ريحة الثمرة الحمراء، لغاية ما وصل للثمرة الحمراء بتاعتنا وبقى فرحان بيها وعمال يتطنب ما بين الشجر ويطلع الشجرة ديت ويروح الشجرة ديت، وقال أنا لازم أحتفل إن أنا لقيت الثمرة الحمراء. راح جايب الورد وعمل تاج حلو جميل خالص خالص وحطه فوق راسه وقعد يتنطط. وأخيرا صاحبنا القرد النطاط تعب من كتر ما عمال يتنطط وقال أنا جعت بقى، أنا لازم آكل الثمرة الحمراء زي ما سمعت أصحابي اللي كانوا بيتكلموا عليها وقالوا طعمها حلو. كان فاكرها زي البطاطس وقال أنا هاكل بقى وهاخد قطمة كبيرة. صاحبنا القرد النطاط لسه بياكل أول قطمة من الثمرة، يا دي حراوي، بقي مولع نار، أنا ما كنتش أعرف إنها كده خالص. وخد بعضه بسرعة يا أصحابي ورجع على فين؟ رجع على ماما على البيت وراح يعيط، يا ماما يا ماما الحقيني الحقيني يا ماما أنا بقي مولع نار. قالت له أنت عملت إيه؟ أنا يا ماما كلت من الثمرة الحمراء. قالت له أنت عارف الثمرة الحمراء دي عبارة عن إيه؟ ده فلفل حراق، ما ينفعش إن إحنا ناكله، هيخلي بقك مولع نار. سامحيني يا ماما أنا مش هعمل كده تاني، أنا كان لازم أسمع كلامك علشان أنت بتعرفي أكتر مني. قالت له عشان انت اعتذرت واتأسفت انا هديك حاجة تبرد بقك خالص. ماما اديته كوباية حليب كوباية لبن وشربها وبقه برد قوي 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 خالص وسمع كلام ماما. كان صاحبنا القرد النطاط كان لازم من الاول يسمع كلام ماما وما كانش لازم يبعد عن البيت ويسأل ماما ينفع ان انا اكل من ده ولا ما ينفعش ان انا اكل. صح. زي يا اصحابي شايفين الصندوق اللي في ايديا ده، الصندوق ده فاضي ولا مليان؟ شايفينه فاضي ولا مليان؟ فاضي صح، شايفينه فاضي صح، شايفينه ان هو فاضي. لكن انا اعرف اكتر منكم عشان انا اتعلمت حاجات كتيره قوي وبقول لكم الصندوق ده مليان. تيجي نجرب كده، لو انا دخلت ايدي وطلعت هل ممكن اطلع حاجه من جوه؟ انتوا شفتوا ان هو فاضي صح، لكن انا ممكن اطلع حاجه من جوه صح. الله ايه ده، فاضي ولا مليان؟ مليان صح. في واحده هنا صح، في هديه حلوه فيها ورد جميل صح. فاضي ولا مليان؟ فاضي. فاضي صح. صح يا ماما فاضي. لكن انا بقول لك ان هو كمان هو لسه مليان. إيه وعندنا فيه برضو زهره تانية. تيجي نجرب كده، شايفين يا اصحابي؟ ايه ده الله، طب برضو طلعت ورده تانية. ايوه. يبقى الاكبر مننا بيعرف عننا ولا مش بيعرف عننا؟ ايوه لازم يعلمني حاجات حلوه. ادي الصندوق فاضي ولا مليان؟ فاضي. فاضي يا مهو ولا مليان؟ لا فاضي. يعني ممكن اطلع حاجه تانية؟ لا. اطلع حاجه تانية؟ طب لا. اجرب كده اطلع؟ اطلع؟ ما طلعتش حاجه. طب اجرب تاني كده؟ هتيجي اقول له هو فين وراح فين وراح فين؟ في ورد جوه؟ لا خلاص. في ورد جوه؟ لا خلاص. يعني انا ممكن اطلع حاجه تانية؟ ممكن اطلع حاجه تانية؟ ايه ده؟ ممكن اطلع حاجه تانية؟ ده فين الكلام ده؟ ممكن اطلع ورديه تانية؟ شفتوا يا اصحابي كلكم عشان انتوا شايفين ان هو فاضي، لكن انا عشان عارف ان جوه الصندوق في حاجه متشاله جوه، يبقى انا كان لازم اسمع كلام ماما زي القرد النطاط، ما اتصرف من نفسه وما سمعش كلام ماما وتعاقب عقاب شديد جدا انه كل الفلفل الحراق. الفلفل ايه؟ الحراق. لما ناكل حاجه حد بيعمل زي صح نار 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 صح. ما ينفعش يا اصحابي، لازم اسمع كلام ماما واسمع كل حاجه تقول لي عليها كويسة. ولما تقول لي ما ينفعش اكل حلويات ديت يبقى ما ينفعش اكل حلويات ديت. كل الاكل والخضار الحلو ده يبقى لازم اكل الخضار والاكل الحلو ده. ايه رايكم يا اصحابي في قصتنا النهارده؟ الصندوق فاضي ولا مليان؟ فاضي. فاضي ولا مليان؟ فاضي. شفت لما يكون جوانا حاجات حلوه ممكن اطلع ورد وحاجات حلوه من جوانا؟ احنا بنفتكر ان جوانا فاضي لكن جوانا مليان، لكن لازم نطلع الحاجه الحلوه اللي جوانا. انا برجو كل الامهات اللي بيتفرجوا علينا، مهم قوي قوي وبالذات ولادنا بيقعدوا على النت كتير قوي، انا لما بعدي على فيديو صغير كده في حاجه ممكن تفيدني بلاقي انه ممكن عامل 50 مشاهده 60 مشاهده، لما بعدي على فيديو تاني مخالف لسلوكياتنا خالص وممكن يضر اولادنا سلوكيات اولادنا بلاقي عليه مليون واثنين وثلاثه مشاهده. غريبه قوي. معمول شير جدا وده فعلا للاسف احنا بنواجه مشكله كبيره جدا 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 قوي. فانا بنشط كل الناس وكل الامهات موجوده في البيوت دايما ركزوا على اولادكم وبيتفرجوا على اليوتيوب، وانتم نفسكم عرفوهم
طب هل انتوا حابين تخشوا على الفيديوهات الحلوه ولا انتم في الشارع بالنسبه لكم خلي الاولاد ينبسطوا ويتفرجوا؟ وخلينا نرجع ثقافه ان احنا نديهم كتب وقصص اكتر من ما هم يستخدموا التكنولوجيا والتابلتس والموبايلات والحاجات دي. طب انا عايز اقول لك سمر، انا لما باجي احضر القصه في البيت يعني دايما كده بطلع مجموعه القصص بتاعتي بطلع منها قصه باجي احضرها، عايز اقول لك ان ابني بيجري عليا بسرعه جدا ويقول لي لا قبل ما تحكي القصه في البرنامج لازم تحكي لي انا القصه. صح لازم. صح. بس انا عشان احكي القصه لازم اجيب قصه في ايدي كده واحط بيها قدام ابني، هينبسط قوي صدقوني. ايوه الولد هينبسط وهيفرح قوي 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 لما امسك قصه. وبالاشكال والالوان. انا شايف بابا قاعد على الموبايل طول النهار، يبقى انا لازم كمان اقعد على الموبايل. صح. شايف بابا بيقرا قصه، ما انا لازم اقعد اقرا قصه. صح. ولدي يقرا كتاب. في صوره انتشرت على السوشيال ميديا من قريب قوي، كانت في احدى الدول الاوروبيه، ان ام في المترو ماشيه وتقرا كتاب وطفل صغير، رغم ما بعرفش طفل صغير جدا، ماسك الكتاب زي مامته بيقرا فيه، بس مجرد انه بيقلدها. مجرد انه بيقلدها. صحيح. هتعرفوا ان الحاجات الايجابيه اللي احنا بنعملها صدقوني اولادنا هيقلدونا فيها. دايما الحاجه الحلوه بتعدي. طبعا. دي احلى رساله واحلى نصيحه من كروان اللي دايما بيحكي لنا حواديت حلوه جدا وليها معنى ومغزى مهم قوي بيساهم في تعديل سلوكيات الاطفال. بنشكرك يا كروان وصباحك صباح الورد. صباح الورد عليكم يا حلوين ونورتونا. صباح الورد عليك يا سمر. صباح الورد عليك يا مها وصباح الورد على كل المشاهدين. ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد. مالك فريده؟ قال لهم ايه؟